نعم، صممت اللوائح ووضعت حتى تحترم وتطبق، ونعم يجب أن يكون اللاعب قدوة، وخاصة إذا كان في حجم وثقل لاعب مثل أكرم عفيف أفضل لاعب في آسيا ونجم منتخبنا العنبي، فهو في عرف القانون مثله مثل باقي اللاعبين. ولكن سؤالنا عزيزي المشاهد حول العدالة التي يجب أن تكون على الجميع وحول المعايير التي يتم بها أخذ القرارات أو العقوبات، وإذا أردنا معرفة التفاصيل نعود سوياً لنص التصريحات التي أدلى بها أكرم والتي يجب أن نضع ملاحظة هامة عليها، وهي أن تصريح أكرم كان رداً على سؤال مراسل القناة، وأن التصريح كان في لقاء إعلامي رسمي بموافقة مؤسسة دوري نجوم قطر، ولنسمع ماذا قال أكرم ليعاقب عليها. ما تعودنا أكرم ياخذ مباراة في أي مباراة اليوم. والله قاعدين نلعب تقريبا 11 لاعب ونص، يعني الحكم كان لابس شورت ودلاغ أسود، فما أدري أنا صراحة يعني أكثر من مرة حس اللي يدوس، يعني إحنا كلاعيبة يعني الحكم علينا يحمينا، يعني مو يحمينا على أي كرة يعطينا فاول، بس يعني على الأقل يحمينا مرة، أوكي مرة ثانية مرة ثالثة خلاص، بس هو مرة رابعة وخامسة وسادسة شيء طبيعي. أنا اليوم لو تعورت خلاص ما حد استفاد شيء، أنا اللي تعورت والحكم أدى المطلوب طلعنا، فاهم الشيء ما يصير يعني الواحد ما يرضى. هنا هو كان يقصد أن الحكم كان يرتضي في النصف الأسفل نفس رداء الريان الفريق المنافس. ثانياً هو طلب حماية الحكام ضد الخشونة وهو طلب شرعي. إذن لماذا كانت العقوبة؟ هل كانت على نية اللاعب والنية محلها القلب؟ والأسئلة التي نوجهها هنا هي: أليس تصريح اللاعب في منصة إعلامية معترف بها؟ أليس التصريح إجابة عن سؤال؟ فلماذا لا توجد عقوبات على من يصرح في منصات خاصة مثل منصات التواصل الاجتماعي وغيرها؟ ثانياً، لماذا لا تكون العقوبة مالية فقط؟ خاصة أن العقوبة على اللاعب فقط ولا يجب أن تطال النادي؟ هي أسئلة تحتاج إلى إجابة مع أسئلة أخرى في ذهن أنصار السد.